بكم تحية مرة أخرى للفنان صلاح مصطفى، تحية الصحة والعافية في هذا الصباح. هذا الفنان العذب، هذا الفنان الصداح، هذا الفنان الذي استطاع أن يشكل ملامح حركة وطنية ثقافية مكتملة وأجيال مختلفة تطرب لصلاح مصطفى. هو كان بعافية، نتمنى أن يكون بقى أو أصبح بأتم الصحة والعافية. الآن لك التحية في هذا الصباح أستاذ صلاح مصطفى، تحية والتقدير والتجلى لكل الذين يتابعونا عبر شاشة قناة النيل الأزرق في هذه المعايدة الصباحية، معايدة تشبه السودانيين، تشبه ملامح السودانيين وما يتمنون وأحلام السودانيين الذين يتمنون أن يكون السودان واحد وأن يجمع جميع أبنائه وأن ينعم أبنائه بالرفاه دائما. هذا البلد المعطاء، هذا البلد الخير الذي كثيرا ما ظلم والذي شعبه كثيرا ما عانى، نتمنى أن تأتي مقبل الأيام بصالح الأيام وأن تكون دائما دعوات الأمهات أن تكون يكتب لكم أيام سمحة، هي ما نتمناه دائما لأبناء الشعب السوداني. معايدات من جميع أنحاء السودان، من مدن مختلفة بملامح هذه المدن، ومعايدات عبر الهاتف لكل الأحبة الذين لم نستطيع أن نلتقيهم في هذا العيد، أن تكون هذه بمثابة رسائل محبة ورسائل غير عادية في هذا الصباح عبر أثير صباحات البي إن عبر شاشة قناة النيل الأزرق. أهلا وسهلا أستاذ صحفي إبراهيم عبد الرحيم، أهلا وسهلا. صباح الخير جميلة أسرين، وكل سنة وأنتم طيبين، كل الشعب السوداني وعلى أسرة القناة فردا فردا ولكل قبيلة الإعلام إذا كان هناك من التخصيص في هذه اللحظة، كل الزملاء الصحفيين والإعلاميين في كل بقاع العالم، بالذات زملائنا السودانيين المنتشرين في بقاع العرب. أتمنى أن العيد إن شاء الله يعود علينا وبلادنا في وضع أفضل، وإن شاء الله ربنا يحقق كل الأمانة الممكنة لكل الشعب السوداني، بأنه ينعم باستقرار كامل سياسي واقتصادي حتى تستمر عجلة الحياة بدون أي معاناة. كل سنة وأنت طيب أستاذ إبراهيم. ويمكن يعني الصحافة مهنة المتاعب ومهنة المشاق، ويعني اللي بتجري في دم الصحافة لا يستطيع، هذه السلطة الرابعة لا يستطيع أن يتخلص منها طبعا، وبتكون بكل محبة. ولكن من المهن التي يعني لا يستطيع الفرد معها أن يرتاح أو أن يعيش حياة عادية، فبالضرورة أنت تمارس مهنة الصحافة في كل يوم، يعني في لحظات العيد مع الأهل مع الأصدقاء. أنت صحفي تحمل هذه المهنة على عاتقك في كل مكان، كيف يومك وكيف العيد معك وكيف تتناول وتطلع على الأخبار سواء كانت مكتوبة على الصحافة التقليدية أو على السوشيال ميديا، وكيف تتعاطى معها؟ والله بالطبع أنت كصحفي بتمارس في كل ثانية عملك ومهنتك، إذا أنت أخذت لك بريك بسيط بتلقى واحد في الشارع او في زول اتصل عليك بيسال عن معلومه او بيسال عن صحيح تحليل، فانت في مو كل مكان، في حتى في صلاه العيد انت بتلاقي الناس بتسالك عن الشيء الحاصل في البلد او عن معلومه معينه، فالصحفي زي ما قلت لك زي ما قلت انت بيمارس في كل وقت صحيح مهنته، والناس طبعا انت بتنظر لك على انك انت المعلومه حاضره عندك او التحليل اللي بيخليهم يكونوا مقتنعين في حاله مرور حدث مهم او في حاله تناول اي قضيه في السودان او التفاصيل. فالنقاش كان موجود في جلسات الفطور في الافطار مع الشيا ومع الشطه، فبالتالي النقاشات كثيره جدا، فالناس بتنظر لك نظره مختلفه. صحيح. حتى هم بيستمعوا لك باهتمام باعتبار انك انت قريب مصدر معلومه يعني. مصدر معلومه وحتى صحيح. مصدر التحليل، لانك انت بتكون مطلع على تحليلات انا اقول جميع المحللين الموجودين، فبالتالي هم ياخذوا منك التحليل والمعلومه بشكل مختلف. دي الممارسه الفكره دي الحديثيه، لانه حاليا قد تكون التعب بتاع الصحافه زمان او مهنه المتاعب يكون قل
بشكل كبير جدا بسبب التقنيات الحديثه. انت في موجود في بيتك او موجود في اي مكان، انت بتقدر تكتب خبرك او تكتب تقريرك او تتناول اي شيء في لحظته، لانه زمان الناس كانت تنتظر الجريده اليوم الثاني عشان تقرا الاخبار والتحليلات، لكن حاليا الخبر والتحليل على مدار الدقيقه، صحيح، ممكن على مدار الثانيه، صحيح. دي برضو بتتطلب مجهودات مختلفة مغايرة، لكن أستاذ إبراهيم لابد يعني أنه أغتنم هذه الفرصة في أنه شنو تغير من ملامح السودانيين، شنو تغير في العيد في السودان؟ عدد كبير من الناس العيد ما معيدين يعني، أو بمعنى تاني ما ضابحين. الحالة الاقتصادية المعروفة، نتكلم برضو في هذا الإطار في الإيثار، كيف ممكن ضحية واحدة تضحي لناس كتار، لأسرة كبيرة، لأسر ممتدة، لجيران مع بعض، وهي أصلا لمن استطاع يعني، وهو عيد فداء يعني، عرفتها، ولكن النية بتبقى واصلة. تغير شنو من بعد ثورة عظيمة في السودان، وربما كان السودانيين يتمنوا أن يكونوا الآن بعد أكثر من عامين يتمنوا أنه كانت تكون الحياة مختلفة، ولكن الظروف الاقتصادية ساءت وبقى في ضغط كبير، وجاء العيد في هذا الظرف الحالك يعني. كيف تقديرك للعيد في السودان؟ والله تقديري أنه في واقعية في التعامل مع الأوضاع الاقتصادية ومع اللي هي كان سبب الظروف السياسية، و فبتلقى انه هناك في قناعه واقعيه بانه والله لا يكلف الله نفسا الا وسعها، رغم محاولات الكثيرين في انه مع سباق الضحيه انه يكونوا حاضرين في هذا السباق. وبعد ذاك ما تنسي انه في ضغوطات اسريه، في اطفال، في مظاهر اجتماعيه، مرات بتفرض عليك انك انت تكون حاضر في سباق الاضحيه. لكن الواقعيه والقناعه دي واحده من الاشياء المبسوط جدا منها، في انك انت مغير سلوكك الاستهلاكي، صحيح، حتى في الايام العاديه. انا بتكلم عن العيد في حد ذاته، العيد هو يوم حيمر رغم انه مرتبط بشعير عظيم جدا، لكن الواقعيه الحاصله من فتره بانه تغير السلوك الاستهلاكي او السلوك الاقتصادي للشعب السوداني، وبقى انه الاستهلاك الأشياء المهمة. بعد ذاك ما زاد ممكن تكون في رفاهية، ممكن تكون في تفاصيل ثانية. فدي واحدة من حاجات الاستقراء لها كان واضح من فترة. الشارع تغير، حركة الناس في المواصلات تغيرت، قلت حركة الشراء، قلت. فبالتالي دي مسببات كثيرة جدا للشيء الحاصل في البلد من تدهور اقتصادي. لكن بتلقى البشاش الحاصل، بتلقى الناس تلاقت في المسجد، تلاقت في الشارع، الناس خشت في فرحه بالعيد، في فرحه، في فرحه، انا لاحظت حاجه، يظل الاطفال، أيوة. يظل الاطفال في عيد الضحيه الفات، من عيد الضحيه ده تلقى انه في فرق في في في, في, في انه مستوى الحزن هو لا زال زاد، لكن بتلقى انه المره دي في الضحيه بتلقى انه الناس متفائله في انه يحصل شيء ممكن يغير الواقع الناس اللي عاشته في الثلاث سنين اللي فاتت، او خلي البلد تمضي الى 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 استقرار سياسي، ومع ذلك القرار السياسي حياخذ استقرار اقتصادي على كل المجالات. فبتلقى انه في الناس امنيات حاضره، طبعا الثوره وتفاصيلها والشهداء ووجع الامهات كله كان حاضر في كل النقاشات. ايوه صحيح، العيد يعني عيدية بطعم السياسة. بقت البيوت السودانية العادية مهمومة بأمر السياسة في البلد، ومهمومة بأمر الاستقرار في البلد. حتى مستوى تدني العملة المحلية مقابل الدولار هو يؤثر بشكل كبير على راعي الضان في الخلة، زي ما بقولوا يعني، يؤثر على جفة الملاح بشكل أساسي يعني. تحية مرة ثانية أستاذ إبراهيم عبد الرحيم مرة ثانية، وتحياتك توصل عبر شاشة قناة النيل الأزرق إن شاء الله. والله التحية طبعا هي كثيرة جدا وممتدة زي ما قلت لك لكل الزملاء الإعلاميين، وكان في تخصيص لبعض الأخوة وكثير من الأخوة في قناة النيل الأزرق زملاء أعزاء
اشتغلنا معا وتزاملنا والتقينا في فعاليات كثيرة. فتحية لهم كلهم، أيمن بخيت وميربط حسين وميربط طيب ودكتور المحل نجود حبيب، كل الزملاء اللي تلاقينا في 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 فعاليات أو في 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 صحف أو في إذاعات سابقة، كل الزملاء الإعلاميين الموجودين في السودان خارج السودان، والتعازي الحار لكل الذين انتقلوا إلى رحاب الله في الفترة. وانت بكره مسافر، مسافر وين يا استاذ ابراهيم؟ انت شكله في معلومة تربت ليك عشان كده سألت السؤال ده. ان شاء الله الى كوستي. يعني انا برضو لمحنا كده يعني. تحية لكل تكون نادية تربت لك المعلومة انه انا مسافر، فهي دي اكتمال للعيد انك انت تسافر لمناسبة بتاع الزواج بعد تخلص عمنا. بعد تخلصوا العيد عايزين الفسيخ والجبنة المضفرة ما تنساها. طيب التأكيد إن شاء الله. تحياتي لكل أهلنا في كوستي والدويم وكلهم. كل بحر كل شعب السودان يعني، نعم لكل شعب السودان. كل شعب السودان أكيد. موجود داخل وخارج السودان، وإن شاء الله ينعاد علينا العيد السنة الجاية. إن شاء الله. وضعنا طبعا تكون مختلفة، ووضعنا يكون يختلف بشكل على الأقل محسوس بإنه والله في في تغيير حيحصل. أيوة. اتمنى ذلك، واتمنى انه يعني تتوحد قدرة الاعلاميين لذات لانهم هم بعيدين عن بعض صراحه. تواصلهم الزمان اذا ما زي بقى ما موجود بشكل كبير، طبعا تغييرات الحياه والجري واللهجه والامور الاقتصاديه اثر في العلاقات. فنتمنى نحن قلنا استاذ ابراهيم معانا خليك معانا شويه في انه يعني قلنا دارين لحي السودان في شكل شخوص وفي شكل مدن مختلفه ليها ملامحها المختلفه. انت بالصدفه قلت انه انت ماشي كوستي وماشي بحر ابيض، فانا ذكرت لك المطبخ السوداني طوالي. طبعا نحن يعني ما بين الشربوت والشيه وكده لازم نذكر نذكر كله طابع مدينه بيدينا شنو. كنت دائما بقول لهم انه يعني محتاجين الجبنة المضفرة خاصية السودانية دي انها تكون مصدرة، دي من تمنياتنا انه احنا نصدر يعني حاجاتنا السودانية الأصيلة، سواء كانت على مستوى المنتجات المحلية، منتجات الألبان وغيرها. لكن يعني عندما نحيي بحر أبيض نحيي البيوتات الصوفية المختلفة فيها، نحيي الأصوات التي خرجت من هناك، شعراء وفنانين ومبدعين ويعني طرق صوفية مختلفة عندها تقدير كبير في المنطقة دي واحترام كبير. ويحضرني هنا إنه الراحل محمد وردي قال إنه لما درست الباخرة في بحر أبيض في واحدة من المناطق لقى في الجريدة وهو بيقرأ فيها في المجلة الطير المهاجر لصلاح أحمد إبراهيم، فكان إنه في بحر أبيض لحن الطير المهاجر وكانت أجمل الأغنيات الخرجت من هذا المكان. يعني التحية مرة تانية لكل هنا في كوستي الدويم بحر أبيض كلها، تحية لكل الناس هنا. اليوم التحية يعني النيل الأبيض هو زي كل مناطق السودان فيه مبدعين في شتى المجالات. صحيح. تبدأ من القطينة يعني، وحتى وصول دويم، حتى كوا شوال كوستي، فمذكوره في كل الادب السوداني في القناه. صحيح. حتى من الأسئلة وحلا. فمن أيوة من المحجوب في الكوا محمد ابراهيم نقود في القطينة. نعم، محمد ابراهيم محمد محمد مرغني طلع من الدويم او كان مدرب. صحيح. الدويم الجابري كان عنده علاقات كبيره جدا بكوستي ابراهيم عوض، يعني لما قلنا يا سلوى الطريقه السمانيه والطريقه السمانيه في الكريده في امجر في كل المناطق. صحيح. يعني صحيح. بتحس انه النيل الابيض فعلا شاربين من مويه النيل الابيض حنيه. وهي سودان مصغر حقيقه يعني. نعم. حقيقه برضو بحكم المنطقه وبحكم العمل في نعم. في مناطقها كان فيها هجره كبيره. وما ننسى برضو يعني مناره العلم بخت الرضا برضو مناره العلم التي رفضت كل السودان. نعم. بكل هذا التراث وكل هذا يعني الثراء المعرفي الكبير. اليوم التحيه مره ثانيه ولك التحيه استاذ ابراهيم،
طريقك أخضر إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. طريقك أخضر نسرين وتحيات لكل الزملاء اللي معاكم في البيئة. يديك العافية مرة ثانية. أهلا بكل اللي بتابعونا، أهلا بتحياكم لكل أحبابكم في كل مكان، وتحية أيضا لكل السودانيين في كل مكان داخل وخارج السودان. انتم بتتلقوا تهاني العيد وتمنياتكم واشواقكم دائما لوطن يسعى الجميع، وطن يحمل هذا الثراء الكبير، الثراء في التنوع، الثراء في الجغرافيا، والثراء حتى في الانسان المرتبط بهذه الجغرافيا، صحراء كانت او نيل او بوادي وارياف مختلفه. تحيه لكل انسان السودان في كل مكان، كلهم بملامح جغرافيته المختلفة، كل زول بسحنات مدينته المختلفة لهم التحية. كلنا يجمعنا حلم واحد أن يكون سوداننا متعافي متصالح متسامح، وإنسانه يعيش الحياة برفاهية يقدر هذه التضحيات أيضا.